مساكم الله بالخير ويا هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج المنتصف في متابعة مستمرة لآخر الأخبار والأحداث الهامة في الشأن الرياضي والأحداث كل ما لها تتوالى وتكثر في هذه الأيام والهيئة العامة للرياضة شادة حيلها. لكن قبل ما نبدأ بالعناوين. آل الشيخ سنسعى مع الأشقاء في الكويت لرفع الحظر عن الرياضة الكويتية. الجابر عضوا في اتحاد القدم وباوزا يعلن قائمة الأخضر. الاتحاد الآسيوي يغرم الهلال والأهلي ولجنة الانضباط تصدر قرارات انضباطية بحق اللاعبين. الاتفاق يرش الملح على جروح الرايد والأهلي يتعثر أمام الفيحاء بالتعادل. أهلا بكم من جديد. ما زالت رياضتنا تشهد المزيد من التجديد والتصحيح سواء على صعيد النشاط الإداري أو حتى على الأصعدة الأخرى، الاستفادة من خبرات أبناء هذا الوطن من الرياضيين للأمانة وحقيقة هي أولوية عالية لدى هيئة الرياضة واتحاد القدم السعودي. اليوم كان هناك قرارات أو قرار عفوا بتعيين الكابتن والنجم سامي الجابر عضوا في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم. الكابتن سامي يعني بلا شك أحد النجوم اللي خدموا هذا الوطن في المجال الرياضي كلاعب مع المنتخب مع ناديه الهلال سواء مدرب أو إداري، كان له حضور وتاريخ ذهبي كبير في الملاعب السعودية أو في ملاعب كرة القدم. بداية الموسم سامي كان في الجهاز الفني لنادي الشباب، الآن سامي ينتقل إلى الجانب الآخر وهو العمل في الجانب الإداري. العديد من الملفات بنناقشها مع ضيوفي في هذا المساء، لكن خلوني في البداية أرحب فيهم. معي في الاستوديو الكاتب والإعلامي الرياضي حسن القرني. أبو عبد الرحمن صباح الخير وحياك الله معنا. صباح النور لكل من يتابع برنامج المنتصف، صباح الخير أيضا للزميل من جدة وكل الأخوان في الكنترول. أسعدتني والله بحضورك أبو عبد الرحمن. وأنا أكثر سعادة. الله يسعدك. نتمنى نقدم إن شاء الله تعالى شيء يستفيد منه المستمع أو المشاهد الكريم بإذن الله. أيضا ينضم معنا من جدة المحلل الحصري والفني لبرنامج المنتصف الكابتن سعد الزهراني. صباحك سعيد يا سعد، وعي تضبط معي. أسعد الله صباحك أخوي مسهر، وصباح الخير للسادة المشاهدين ولضيفك الكريم الأستاذ حسن القرني، اليوم منورنا في البرنامج، ونتمنى أن نقدم حلقة تليق بذائقة المشاهد خلف الشاشة بإذن الله. قبل ما نبدأ كالعادة نروح مع الزميل ريان وأخبار المنتصف، واللي يعرف أن العيال والله يا هم متوصين فيك اليوم يا ريان، ما أدري إيش جاهم عليك لكن يسعد صباحك والله يعينك. صباحك زميلي مسفر، وننتقل مباشرة ما دام الأخبار اليوم عندنا كثيرة. يلا أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حيث نشير في خبرنا الأول إلى أن تركي آل الشيخ يدعم الأشقاء الرياضيين في الكويت. كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة معالي الأستاذ تركي آل الشيخ عن رغبته بدعم الكويت، حيث يذكر
حيث ذكر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: سأبذل كل جهدي مع الأشقاء في الكويت من أجل رفع الحذر عن الرياضة الكويتية العريقة. وقال أيضا: كلنا مع الكويت وأنا خادم لأبونا صباحة. أما في الخبر الثاني، اعتماد تعديلات جديدة على لائحة الانضباط والأخلاق. اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم التعديلات الجديدة على لائحة الانضباط والأخلاق والتي بدأ العمل بها اعتبارا من يوم الثلاثاء 31 أكتوبر لعام 2017. وجرى نشر التعديلات الجديدة على الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي. جاء ذلك بعد الموافقة على ضم لجنة الأخلاق والقيم مع لجنة الانضباط. أما في الخبر الثالث، 5 لاعبين من الفريق الأول في الدوري الأولمبي. قرر الاتحاد السعودي مشاركة 5 لاعبين من مواليد 1993 فما فوق بما فيهم حارس المرمى، وذلك في منافسات الدوري الأولمبي للفئة الممتازة اعتبارا من الجولة 7. يأتي هذا القرار وفقا لتوصية اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي وموافقة الأندية المشاركة في الدوري. يهدف القرار لتعزيز قوة المنافسة وعدم بقاء بعض اللاعبين على كرسي الاحتياط في الدوري السعودي للمحترفين. أما الخبر الرابع، الأرجنتيني باوزا يعلن قائمة المنتخب ويستبعد السهلاوي. أعلنت إدارة المنتخب الوطني قائمة الأسماء المختارة من قبل المدير الفني باوزا، وذلك لانضمام للمعسكر الإعدادي الذي سيقام في البرتغال خلال الفترة من 2 حتى 14 من نوفمبر المقبل. وسيخوض منتخبنا خلال المعسكر 3 مباريات ودية من منتخب لاتفيا ومنتخب البرتغال والمنتخب البرتغالي، وسيبدأ تجمع اللاعبين للسفر إلى العاصمة البرتغالية لشبونة ظهر الخميس المقبل في الرياض. أما الخبر الخامس، الاتحاد الآسيوي يغرم الهلال. أعلن الاتحاد الآسيوي تغريم الهلال 10,000 دولار لتأخره في انطلاق مباراة الذهاب مع بيروزي، و 6,000 دولار غرامة لرمي جماهيره علب مياه، وغرامة 20,000 دولار لعدم حضور لاعبيه لقاءات بعد إياب ربع النهائي وذهاب نصف النهائي، وتغريم عمر خريبين 20,000 دولار لعدم حضوره لمنطقة اللقاءات بعد مباراتي العين وبيروزي، وغرامة على نواف العابد 10,000 دولار لعدم حضوره للقاءات بعد إياب العين، و2,000 دولار غرامة على مترجم النادي. أما في الخبر السادس، الأهلي يتلقى غرامات من الاتحاد الآسيوي. أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم غرامات على النادي الأهلي والاكتفاء بعقوبة طرد معتز هوساوي أمام بيروزي وإيقافه مباراة، وغرامة 1,000 دولار وغرامة 10,000 دولار لعدم حضور عمر السومة للقاءات سريعة بعد إياب بيروزي. كما غرمت أيضا اللجنة عمر السومة أيضا 10,000 دولار لنفس السبب. أما في الخبر السابع، لجنة الانضباط تصدر عدة قرارات انضباطية. إلزموا نادي الرائد بدفع غرامة مالية قدرها 10,000 ريال، وذلك لتأخر نزول لاعبي الفريق في مواجهة الباطن. كما تم إيقاف لاعب الفتح علي السقعان مبارتين وإلزامه بدفع 20,000 ريال لإساءة لحكم مباراة فريقه أمام الشباب، وإيقاف إداري نادي العروبة عبدالله ضويحي مبارتين، وغرامة 10,000 لاعتراضه على حكام مباراة فريقه أمام هجر، وإيقاف لاعب نادي القيصومة في حان المطيري 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 30,000 لبصقه على لاعب الشعلة. أما في الخبر الثامن، الجابر عضوا في الاتحاد السعودي لكرة القدم. أصدر رئيس عادل عزت قرارا بتعيين سامي الجابر عضوا في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويأتي القرار بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الاتحاد السعودي. وعبر عادل عزت أن الجابر إضافة مهمة لمجلس الإدارة نظير الخبرة التي يملكها على الصعيدين الفني والإداري، ووجه عادل عزت الأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ القرار وتعميمه على الجهات المعنية. كانت هذه آخر أخبار زميلي مسفر، وتفضل. أرهقوك الشباب يا ريان، مشيه لهم اليوم. الله يعطيك العافية، تسلم يا ريان، شكرا لك. في الحلقة الماضية طرح زميلي عبدالله المنيع الاستفتاء اليومي اللي كان البرنامج المنتصف، وكان الاستفتاء المطروح: من هو اللاعب الأكثر تأثيرا مع فريقه حتى الجولة 8 من الدوري السعودي؟ ضمت الخيارات عمر السومة من الأهلي وكارلوس إدواردو من الهلال الهزاع من الاتفاق. ومع نهاية مدة الاستفتاء أصبحت النتيجة النهائية بحسب المصوتين: حصل عمر السومة طبعا من الأهلي على نسبة 37%، وحصل كارلوس إدواردو من الهلال على نسبة 59%،
حصل هزاع الهزاع من الاتفاق على نسبة 4%. أيضا اليوم بإمكانكم المشاركة في الاستفتاء الخاص برنامج المنتصف والمتعلق بسؤال اليوم: كيف ترى تعيين الكابتن سامي الجابر عضوا في مجلس إدارة اتحاد القدم ضمن قائمة المدراء التنفيذيين؟ 1 إضافة قوية، 2 توقيت مناسب، 3 خطوة متأخرة. خلنا أبدأ معك أبو عبد الرحمن. يعني اليوم تركي آل الشيخ صرح، وقبل ما أقول أنه صرح، يعني للأمانة المسؤولين في الدولة عندنا في الحكومة عزهم الله، للأمانة وهذا الصدق، يعني تعودنا منهم الوقوف مع جميع الأشقاء سواء في دول الخليج، سواء في الدول العربية، سواء في غيرها، وقفات، مبادرات، مساعدات، سمها ما شئت. ودائما يعني دولتنا ما تنتظر الرد، إذا أعطت ما تنتظر رد الجميل صراحة. كان آخرها يعني على المستوى الرياضي والسياسي، كان آخرها اليوم تصريح معالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ بدعمه للكويت، وانت عارف أنه من فترة متوقفة الأنشطة الرياضية في الكويت. كيف ترى هالمبادرة أبو عبد الرحمن؟ شوف، أولا المملكة العربية السعودية يعني تحرص حقيقة على الرباط الخليجي، ويعني دائما في أي مناسبة أو أي لقاء أو أي حدث بالتأكيد أنها يعني تسعى دائما إلى توثيق هذه الأربطة، وإلى يعني دفعها إلى المزيد من الوثاق الكامل. تصور أنه الخطوة طبيعية في ظل العلاقة السعودية الكويتية. أنت تتكلم عن شأن رياضي، طبعا الإخوان في دولة الكويت على الجانب الرياضي تحديدا، أنا أعتقد أنهم يعني يعانون من الإيقاف لمدة عام، ويبدو أن الانقسام اللي موجود داخل الرياضة الكويتية هو السبب في أنه تستمر المسألة لفترة أطول. التدخل اليوم أصبح مطلب. الكويت كعضو خليجي وأيضا كرياضة خليجية أيضا مهمة حقيقة على كافة المستويات، على مستوى المنافسات، أنك ما تشارك دوليا وأنك يعني تعزل عن العالم رياضيا، بالتأكيد أنه آثاره بتكون آثار وخيمة. حتى يعني لو عرفنا أنه تطبيق أصلا الاحتراف في الدول الكويتية وصله غير موجود، وبالتالي أيضا في إشكاليتين موجودة داخل الكرة الكويتية. أنا أتصور أنه خطوة رائدة، وهي تأتي أيضا دعما حقيقة للموقف السعودي ضد من صنع هذا الإيقاف، يعني الشيخ أحمد الفهد كما يعني يذكر في جميع الأحداث الرياضية. أتصور أنه خطوة في الاتجاه الصحيح. دعم السعودية الكويت لا يرتبط حقيقة بموقف هذا فقط، هو دعم قديم وموجود. الكويت أيضا حقيقة في كثير من الأحيان تقف إلى الجانب السعودي في أي موقف، وهذا ديدا الخليجيين إجمالا في شيء يتحقق فيه مصلحة الكرة الخليجية وتقدمها. بالتأكيد أن الموقف السعودي ليس بخافي على أدنى مستويات الشعب الكويتي وأعلاهم، يعني معروف أنه على المستوى الشعبي في الكويت وعلى مستوى الحكومة أن المملكة العربية السعودية تقف وتساند الكويت ضد ما قد يخدش العلاقة أو ضد ما قد يعني يؤثر على البلد سواء رياضيا أو في مجال آخر. يعطيك العافية أبو عبد الرحمن. سعد، تعليقك. لا جديد في مواقف المملكة العربية السعودية، هي الأخ الشقيق لجميع الدول الخليجية، هي حريصة دائما على العلاقات الخليجية والعربية والإسلامية. المملكة تقوم بدورها الرائد كالعادة، لا جديد في ذلك، في شتى المجالات ليست الرياضية فقط. حقيقة ما يحدث لرياضة الكويت مؤلم جدا، كون الرياضة الكويتية أو تحديدا الكرة الكويتية كانت سباقة لكثير من الإنجازات، الوصول لكأس العالم على مستوى الخليج، طبعا الوصول لكأس العالم، أكثر فرق الخليج تحقيقا لبطولة كأس الخليج. الرياضة الكويتية ما يحدث لها الآن حقيقة مؤلم لنا كرياضيين بشكل عام، مؤلم لنا كخليجيين أيضا. نتمنى أن, 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 أن تنتهي هذه الأزمة للرياضة الكويتية، لأن عودة الرياضة الكويتية وعودة المنتخب الكويتي تعيد الكثير من الوهج للكرة الخليجية، للرياضة الخليجية، وأيضا تعيد حتى المنافسة، تستعيد قوتها، تستعيد عافيتها، تذكي عودة الرياضة السعودية الكويتية، تذكي المنافسة على مستوى الخليج. للأمانة موقف معالي المستشار تركي آل الشيخ يمثل طبعا موقف المملكة العربية السعودية في شتى المجالات. أنا أراه أنه موقف كان متأخر، كنا المفروض من فترة طويلة أن نحاول إنقاذ الشقيقة الكويت وإنقاذ رياضتها بالتعاون والحوار. يا سعد، أن تصل متأخرا خير من لا تصل.
ما في شك أنه أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل، لكن بحكم العلاقة الحميمة بين السعوديين والكويتيين ودول الخليج كافة، كنا نستطيع أن على الأقل أن نجمع أطراف الخلاف أو أطراف النزاع على طاولة حوار ومحاولة تقريب وجهات النظر وحل المشكلة، ونأمل أن يكون هذا في القريب العاجل، وأن تعود رياضة الكويت للواجهة، وأن تعود الكرة الكويتية، وأن تعود المنافسات الكويتية لسابق عهدها. نتمنى والله نتمنى إن شاء الله نشوف الرياضة الكويتية والمنتخب الكويتي خاصة نشوف له إن شاء الله يرجع ويشارك، وإحنا عارفين كيف يعني كان مستوى الكويت لا على المستوى اللعيبة، كان يعني لما يلعب الكويت كان في حماس صراحة يا سعد، كنت تشوف حماس يعني والواحد يتحمس، خاصة يعني لما نرجع بالذكريات مبارياتنا مع الكويت. كان ديربي خليجي ممتع حقيقة صراحة، كانت المباريات لها مذاق خاص، لها بعد آخر، لها تنافس، لها حقيقة من أيام الراحلين سمو الأمير الشيخ فهد الأحمد وسمو الأمير فيصل بن فهد رحمهم الله. كانت الأيام جميلة جدا للرياضة الخليجية وللرياضة الكويتية والسعودية، منافسات كانت جدا ممتعة لنا كمشاهدين وكمتابعين ومحبين. أتمنى أن تعود رياضة الكويت وأن تعود الديربي الخليجي الكبير بين السعودية والكويت بإذن الله، نشوفها قريب إن شاء الله. أبو عبد الرحمن أيضا اليوم يعني أعلن باوزا مدرب المنتخب القائمة الأخضر، أيضا معسكر بيبدأ من تقريبا مدة في نوفمبر مدة 13 يوم تقريبا. يوم الخميس مغادرين بعثة المنتخب إلى العاصمة البرتغالية لشبونة. السهلاوي استبعده باوزا من التشكيلة، ضم اسماء جديدة، ربما أنا أشوف إنه في أسماء جديدة مثلا علي الزقعان، الأسماء اللي يعني تم إضافتها مؤخرا، وفي بعض الأسماء مثلا شوف تشكيلة المنتخب يعني منذ ترى يعني يمكن 4 سنوات ولا يعني من أيام أيام السيد مرفيك، وهي الأسماء يعني تقريبا 52 اسم، يعني هي نفس ذات الأسماء، يعني في أسماء تخرج أسماء تعود، لكن فيها تشكيلة رئيسية أساسية هي معروفة للأخضر، هي اللي شاركت تقريبا في أغلب مباريات التصفيات. فالجميل في المعسكر يعني دعنا بعيدا عن الأسماء، الجميل في المعسكر أول شيء أنك تخرج في أيام فيفا دي، وحتخرج يعني الأجواء أوروبية، أجواء مشابهة كثيرا لما سيكون عليه كأس العالم في روسيا، حتلعب مع منتخبات أوروبية أيضا، والجميل أنه هذه المنتخبات أيضا مصنفة تصنيف متفاوت، يعني تتكلم على لاتفيا، تتكلم على البرتغال، وتتكلم على بلغاريا، تجد أنه فيه مستوى أقل منك ربما لاتفيا في التصنيف، تجد أن بلغاريا ربما أنه إذا منتخب متوسط ومنتخب أوروبي جيد، تجد أيضا المنتخب البرتغالي هو منتخب أعلى تصنيف وأقوى وربما يحمل أسماء أقوى. بالتأكيد المنتخب يعني حسب ما ذكر في تفاصيل الخبر أنه سيكون يعني سيلعب في لشبونة وسيلعب في مدينة برتغالية صغيرة ثم يعود إلى لشبونة للعب المباراة الأخيرة. أنا أتصور أن 13 يوم مهمة على صعيد تجانس اللاعبين، تعرف المدرب الحقيقي، احنا شفنا اليوم التشكيل هذا فيه الاسماء اللي كنا نتحدث عنها من اول، يعني طبعا نعرف احنا في المعسكر الاول السابق اللي كان في جده ولعبنا فيه مباراتين كان في اسماء كثيره، وكان في اسماء من المواليد، وكان في يعني في خليط من اللاعبين والتعرف. الان بدات المساله تضيق نوعا ما، بدا التركيز على عدد اقل او اسماء المهمه في التشكيل، ربما في اختلاف على اسم او اسمين نحو حتى ثلاثه على مستوى التشكيل، لكن اجمالا هذا هو التشكيل للمنتخب منذ 3 سنوات، وأتصور أنه تشكيل منطقي واقعي. كل ما نحتاجه إحنا هو الدعم لهذا المنتخب، الإشادة بالبرامج، الأخوان حقيقة في 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 سواء في اللجنة الفنية والقائمين على المنتخب، مدير المنتخب الكابتن ماجد عبد الله وعمر بخشوين، وأيضا حتى معهم سيد باوزا كانوا في روسيا قبل يوم أو يومين. نعم صح، كانوا في جولة. نعم في جولة للاطلاع أيضا على الأجواء. أنا أعتقد إنه هالعمل وهالترتيبات وهالاستعدادات ربما أنها تكون أيضا يعني خارطة طريق فعلا حقيقية لحوالي 6 أشهر أو 7 أشهر حتى نكون في المونديال بشكل قوي. سعد يعني أسألك كيف يعني تشوف من وجهة نظرك أنه الكابتن عفوا المدرب سيد باوزا، تتوقع أنه فهم اللعيبة يعني اختياراته تتوقع أنها بتكون صائبة، يعني أنه نعرف أنه فترة قريبة يعني هو مع المنتخب؟ بداية باوزا قاعد يعني في طريقة اختياره وطريقة إعداده للمعسكر والمباريات الودية يسير في خطين متوازية. الخط الأول وكما تفضل الأستاذ حسن هو إعداد التشكيلة الأساسية للمواجهة، وهي يعني تتمثل مثلا في مباراة مثل مباريات البرتغال
هذه أكيد راح تلعبها بالأسماء الأساسية تقريبا أو 70 أو 80% من الأسماء المعتادة على المشاركة. تلقى في مباراة لاتفيا مثلا وهي في تصنيف متأخر أتوقع 123 على التصنيف الدولي، راح تجرب أسماء جديدة انضمت لأول مرة، تعطيها منافسة أو مباراة ودية ما هي ذات مستوى عالي، تحكم على الأسماء اللي انضمت جديد. لذلك الخيارات كانت وفق على البرنامج، هو رسم برنامج مباراة ودية قوية طبعا حيشارك فيها بالأسماء المعتادة، مباراة بلغاريا حيشارك فيها بالبدلاء في التشكيلة المعتادة أو بالخيارات المتاحة الخيار رقم 2، مباراة لاتفيا سيلعب فيها أتوقع بأغلب الأسماء من اللاعبين المنضمين الجدد أو اللي ما لقوا فرصة يشاركون في مباريات سابقة. طبعا الاختيارات، الجميل في الاختيارات أنه بعض الاختيارات تشعر وكأنه المدرب فعلا تابع مباريات الدوري، اختار مثلا اسم مثل الزقعان مثلا من نادي الفتح، واعتقد انه في نوح الموسى تقريبا، اسماء من 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 واقع تجربه من واقع متابعه المدرب اختار هذه الاسماء للوقوف على مستواها اكثر. طبعا احيانا البعض يتساءل لماذا يستدعي المدرب بعض الاسماء، او هي فرصه للمدرب انه يشاهد اللاعبين عن قرب. هذه التجمعات الضيقه او التجمعات القصيره تكسر الحاجز بين اللاعب والمدرب، يقترب اللاعب من المدرب أكثر، يشوفه في المعسكر، طريقة تمرينه، انضباطه، التزامه، هذه الأشياء كلها ممكن يتابعها المدرب في المعسكرات القصيرة هذه، وعلى ضوءها ممكن يصدر أحكامه، إما استمرار اللاعب أو منحه فرصة أخرى أو استبعاده لفترة واستدعاءه فترة أخرى ثانية أو في مرحلة ثانية. كل هذه يعني احنا على طول من هنا الى ما الى تقريبا اخر شهرين قبل كاس العالم ربما نشهد في كل معسكر اسم او اسمين جديده يود المدرب التعرف عليها. اما بالنسبه لاستبعاد الكابتن محمد السهلاوي فانا اعتقد ومن وجهه نظري انه في تنسيق مسبق بين جوستافو وباوزا، لانه انا اتوقع انه جوستافو كونه مدرب جاء متاخر لنادي النصر راح يستغل الفتره القادمه في اجراء معسكر او برنامج بدني قوي للمجموعه، ففضل ربما باوزا بحكم انه يعرف السهلاوي ويعرف انه لاعب اساسي في المنتخب وفي نادي، فضل انه يستفيد من البرنامج الاعدادي هذا مع المجموعه في نادي على ان يراه باوزا على ان يقف على البدلاء وبعض اللاعبين الاخرين ومنحهم الفرصه. ابو عبد الرحمن، يعني اليوم الأستاذ عادل عزت أصدر قرار بتعيين الكابتن سامي الجابر عضو في الاتحاد السعودي. الكابتن سامي يستاهل، نجم كبير، خدم الكرة السعودية، خدم ناديه، يمكن راح لمجال التدريب وكانت يمكن تجربة جميلة للكابتن سامي، وصل به المطاف الآن عضو في الاتحاد السعودي كرة القدم. كيف تشوف هالخطوة؟ شوف الخطوة أولاً إنه لابد أن نعرف إنه أصلاً بعد استقالة أو بعد يعني إصدار قرار الاتحاد السعودي أو الهيئة العامة للرياضة بتكليف الأستاذ طلال الشيخ رئيس النادي الشباب وأيضاً الكابتن حمد الصنيع رئيس النادي الاتحاد على خلفية الأحداث في الفريقين أو في الناديين، أصبح هناك شواغر في قائمة الأستاذ عادل عزت، وبالتالي لابد من يعني من أسماء جديدة تكون موجودة. ولازم طبعا الخبره طبعا لا شوف اول شيء احنا نتكلم عن الـ عن الـ عن الـ عن الشواغر اللي موجوده. الخطوه الثانيه نعتقد انه خطوه ضم مثلا عمر بخشوين او الكابتن سامي الجابر كخبرات يعني كاسماء اولا محليه تملك تجربه ميدانيه جيده عايشه تجربه الدوري السعودي، عندها ايضا جوانب فنيه، يعني نتكلم عن شخصين مارسوا التدريب ومارسوا العمل الاداري وفي مختلف يعني نتكلم على مثلا على عمر في على مستوى المنتخبات يعني امضى فتره طويله، كذلك كابتن سامي عنده تجربه في الامارات وتجربه في قطر وعنده تجربه في موناكو في فتره السابقه. كل التجارب هذه بالاضافه الى نجوميه هؤلاء وايضا حضورهم الفني داخل انديتهم اتصور انها تؤهلهم بالفعل ان يكونوا اعضاء في الاتحاد السعودي. انا اعتقد ان الخطوه هي امتداد للخطوات اللي قدمها الاتحاد السعودي لكره القدم في جذب الاسماء الوطنيه او النجوميه اللي كانت موجوده، يعني تتكلم على ماجد عبد الله وتتكلم على سامي وتتكلم على اسماء كثيره حقيقه موجوده اليوم، تتكلم على فؤاد انوار، تتكلم على حمزه دريس مثلا، تتكلم على اسماء كثيره هي موجوده في خضم العمل بالنسبه لاتحاد كره القدم، وهذا هو الصحيح ان تستفيد البلد من هذه الاسماء اللي تملك تجربه ميدانيه وتجربه فنيه جيده واستقطابها. أنا على يقين حقيقة بأنه الكابتن يعني سيكون حاضر وسيقدم أيضا تجربة جيدة
سيثري أيضا ما لديهم عند الإخوان في الاتحاد السعودي القطري، سيدعم أيضا بعض الجوانب الفنية وأيضا بعض القرارات الإدارية. في النهاية هؤلاء أبناء الوطن، وهؤلاء هم يعني من يستحق أن يكون موجود، يعني مع التقدير لجميع الخبرات الأجنبية اللي لا نقول أنه ما نستغني عنها أنها تكون موجودة، لكن أيضا ابن الوطن يجب أن يحرص. إلى متى إحنا ما نستفيد، وعفوا أبو عبد الرحمن المقاطعة، يعني إلى متى إحنا ما نستفيد من عيال البلد؟ أنا أتكلم سواء الكابتن سامي سواء غيره، يعني إحنا شفنا مدير المنتخب كابتن ماجد عبد الله، أيضا سامي الجابر، أيضا شفنا لجنة اختيار المواليد، يعني من فؤاد أنوار، من محمد نور، من نواف التمياط، من يعني السؤال يا إلى متى صراحة؟ يعني شيء خطوة جميلة من التكيان الشيخ. أنا أودي أن أقول نقطة مهمة بجانب هذا، ما كان يمنعنا سابقا هو الخوف من صوت الإعلام أو صوت الجماهير أو صوت الأندية. معليش، خوف من الإعلام ولا عدم ثقة؟ بصراحة أبو عبد الرحمن، لا في خوف. اليوم لما تعين مثلا، أنا أعتقد أنه الكابتن سامي الجابر أو ماجد عبد الله لو كان في زمن غير هالزمن ما أعتقد أنه كان تولوا هالمناصب، يعني نتكلم عن سنوات سابقة، لأنه قراءة المشهد عندنا للأسف مشهد تعصبي يلتزم بأنه اللاعب الفني موضع. عفوا معليش قطعتك، على الخوف من الإعلام كان يعتمد على عدم الثقة برضه، يعني لا هو في النقطة في ثقة، هو يعني في ثقة، لكنه في خوف من يعني من عملية الجلد وصياط الجلد اللي بتصل لها. يعني ما وظف الكابتن سامي جابر لأنه هلالي ولأنه ماجد عبد الله نصراوي مثلا على سبيل المثال. إلى متى ذبحنا هالتعصب؟ أنا أقول فرصة مناسبة وكبيرة وعظيمة لهؤلاء النجوم. اليوم أنتم في قلب الحدث، واليوم الفرصة أمامكم، وها هي تعطض لكم المساحة، لذلك يجب أن يتمسكوا وأن ينتجوا وأن يقدموا عمل مقنع حتى يستطيعوا أن يقنعوا الشريحة الكبيرة اللي غير مقتنعة بأن هؤلاء يكونوا في هذا المكان لسبب أو لآخر، بأنه أيضا هؤلاء لديهم أيضا جوانب إبداع أخرى غير الملعب، غير ملعب كرة القدم. هم الآن يترجمون ما حدث في كرة القدم والتجربة اللي حصلوا عليها ليستفيد منها أيضا بقية اللاعبين. إحنا لازم نفهم أبو عبد الرحمن، الكثير لازم يعرف أنه المنافسة وحب الفريق يعني ترى داخل المستطيل الأخضر. بالتأكيد. أوكي، إذا طلعنا برا المستطيل الأخضر إحنا ممكن نشوف يعني لعيبة زملاء برا يطلعوا مع بعض، في علاقات أصدقاء. إحنا يعني لسنا بمعزل عن العالم، يعني جميع دول العالم تستفيد من أبنائها وتحضر أبنائها ليشاركوا سواء في صنع القرارات داخل اتحاداتها أو في ايضا في يعني مثلا في المناسبات الرياضيه، وتروح مع منتخباتها تقدم تجربتها. انا اعتقد انه ان الاوان انه يعني نحاول ان ندير شوي يعني نبره التعصب، او نغير نبره التعصب ونبحث عن الجانب الاخر، لعلنا ان شاء الله تعالى يعني في الفتره القادمه نستفيد من هؤلاء النجوم بالشكل الامثل، وان يكونوا في الفعل يعني هم في مستوى الثقه، وان يقدموا عمل ميداني ايضا ينعكس حقيقه على المشاركه سواء في المونديال او حتى على قرارات الاتحاد السعودي لكره القدم. حتما أن هؤلاء لديهم إضافات سواء فنية أو إدارية ستكون أيضا جيدة للمنتخبات الوطنية. أمنحهم الفرصة وإن شاء الله تعالى أنهم أهلها. أنا قبل ما أروح لسعد عشان لا يزعل مني، أنا والله العظيم أقولها، والله ما هو نفاق ولا تطبيل ولا مجاملة، أقسم بالله أن عندي إحساس ومن اللي قاعد أشوفها أن تركي آل الشيخ راح يحدث فارق في الرياضة السعودية، والله ما هي مجاملة ولا نفاق. أنت معي أبو عبد الرحمن؟ والله شوف يعني معالي المستشار، بالتأكيد أنه جملة القرارات الكبيرة اللي يصدرها شيء جميل. يعني جملة القرارات هي في المقام الأول قرارات تصحيح، وهي قرارات قوية. اليوم حقيقة لو لم يكن إلا أنه يختفي صوت التعصب، أنا أعتقد أنه يعني من زمان إحنا يعني وإحنا عايشين تجربة مرة حقيقة. لا وصلنا أبو عبد الرحمن معليش في التعصب، وصلنا المرحلة في كلمة ما والله ما ودي أقولها، لا أنا مستحيل تطلع بخلي ساكت. يعني إحنا وصلنا المرحلة يا أخي. صحيح متدنية. لا منا متدنية ما فيها كلام، ولكن أنا أعتقد إن المرحلة هذه مرحلة تصحيحية، مرحلة تطويرية. في بالفعل يعني إحنا لابد نكون أيضا أكثر واقعية في بعض القرارات، أيضا قد لا تتناسب مع يعني مع رؤية الكثيرين، لكن إجمالا تقريبا يعني ما نقول حوالي 70-80% إن لم يكن أكثر من هذه القرارات بالفعل استفاد منها الاتحاد، أو استفدنا منها كمجتمع رياضي ملامس ومواكب حقيقة لفترة طويلة للأحداث الرياضية المحلية. اليوم إحنا إن شاء الله تعالى إلى الأفضل وإلى الأحسن، كل ما نحتاجه حقيقة في الفترة القادمة إلى الهدوء والتعامل مع بعض المواقف أيضا بهدوء، سواء على مستوى المفردة أو مستوى الحوار، لأنه أحيانا حتى الطرح لما يأتي من مسؤول ويكون في مفردة غير جيدة أيضا يؤثر بالسلب، حتى نكسب الجميع وأيضا حتى نصل إلى الهدف بأقصر الطرق. يا رب. إحنا بنروح لسعد، سعد شكله زعل علينا، طولنا عليه. نعم، جدة بعيدة لابد يصبر. الله يعينك على أبو عبد الرحمن يا سعد.
يستاهل ضيفنا اليوم والمساحة كلها له. الله يسعدك، تستاهل الطيب نيابة عن أبو عبد الرحمن. لكن كيف تشوف خطوة اختيار سامي الجابر يا سعد الكابتن سامي؟ إن سألتني عن رأيي الشخصي فأنا سعيد جدا بهذا الاختيار، لأنه جميل جدا أن يقود اللعبة أبنائها وأن يعودوا للواجهة وأن يخططوا لكرة القدم أبناء الميدان، سواء الكابتن سامي الجابر أو الكابتن ماجد عبد الله أو أي لاعب سبق وأن شارك في أي نادي. للأمانة لما يرجعون اللاعبين أبناء الميدان وأبناء بتجاربهم بخبراتهم وبتراكم هالخبرات لقيادة الكرة السعودية والتخطيط لها وبناء قاعدتها شيء جميل جدا حقيقة، لأنه في النهاية هي خبرات متراكمة. ربما أقول ربما أنه البعض لم ينجح في مكان أو لم يتوفق في مكان آخر، لكن في النهاية هي تجربة، لابد أن تمنح الفرصة لجميع اللاعبين بشرط أن يملكوا القدرة على التطوير على التغيير على تقديم المفيد والجديد للكرة السعودية. حقيقة أنا بالنسبة لي بالنسبة للكابتن سامي الجابر أبو عبد الله، أتمنى أنه سامي الجابر في الفترة القادمة يركز، يعني شفنا الكابتن سامي الجابر مدرب، شفناه إداري، شفناه مدير رياضي في نادي العربي، شفناه محلل فني. أتمنى أنه نستفيد من هذه الخبرة في مجال واحد، أنه الكابتن سامي الجابر الآن بما أنه أصبح أحد المدراء التنفيذيين في الاتحاد السعودي والمهنة تقريبا إدارية بنسبة كبيرة، أنه مثلا يتجه للجانب الإداري ويعطينا كل خبراته السابقة من خلال مشاركته في نادي الهلال، في المنتخب السعودي، مشاركة متكررة في كأس العالم. أتمنى أن هذه الخبرات تنعكس على برامج الكرة السعودية، على خطط الكرة السعودية، على تطوير الكرة السعودية، وأتمنى أن لا يقف الخيار عند الكابتن سامي الجابر فقط. نتمنى كثير من النجوم من الأسماء اللي خدمت، ومش بالضروري، لاحظ مش بالضروري أنه لابد أنه اللاعب اللي يجي يشتغل مثلا في اتحاد سعودي أو في لجنة أو في نادي لابد أن يكون نجم. النجومية في الملعب شيء، لكن العمل الإداري أو العمل الفني شيء آخر. نجوم كبار ما نجحوا مثلا كمدربين أو في مناصب إدارية، بس الخبرة تماما، لاعبين مغمورين. الخبرة سعد ما لها دور والتجربة. ما لها دور الخبرة بالضبط. يعني مثلا أنا أقول زي سامي، أنت ذكرت في البداية عفوا المقاطعة سعد، قلت طبعا سامي إحنا عارفينه لاعب، بعدها مدرب، محلل، يعني خاض أكثر من تجربة. الخبره يعني يعني خلاصه الخبره في هالثلاث تجارب ما ممكن يستفاد منها في الاتحاد السعودي؟ اكيد هي خبرات متراكمه، تجارب كون منها الكابتن سامي الجابر خبره، كون منها اخذ فكره عن 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 كثير من المناصب، مدرب، عمل كمدرب، عمل كمدير فريق، عمل كمحلل فني مثلا. هذه الخبرات المتراكمه الان على سامي الجابر او على الكابتن سامي الجابر تقديمها وصهرها في جميع البرامج للمنتخب السعودي، للأندية، للمسابقات، لأنه الآن سامي من كل المواقع الكابتن سامي الجابر أشرف على كرة القدم، مارسها لاعب، مارسها مدرب، مارسها مدير كرة، مارسها مدير رياضي، إذا كل المناصب وقف عليها سامي الجابر. الآن هذه الخبرات المتراكمة والتجربة العريضة هذه الآن لابد أن نجني نحن في الاتحاد السعودي لكرة القدم نتاجها، لابد أن يقدم عمل يتناسب مع هذا الاسم الكبير وهذه الخبرات اللي اكتسبها طوال السنوات الماضية. أتمنى أيضا أن نرى أكثر من نجم وأكثر من لاعب في اللجان في الاتحاد السعودي في الأندية، لأنه أبناء اللعبة إذا عادوا لقيادتها هم الأدرى بدهاليزها وتفاصيلها ومشاكلها وهمومها، وهم الأقرب لإيصال الصورة للواقع وحل مشاكلها. نعم، يعطيك العافية كابتن سعد. اليوم في افتتاح الجولة التاسعة من دوري المحترفين حققوا نواخذة فوز مهم على الرائد، صعد بهم إلى المركز الثامن ولكن بشكل مؤقت. ترجع مرة ثانية محاولة تسجيل، مثل لعب كرة ملعوبة أمام مثل لعب، وهدف الأول. والله كرة يعني كانت تطبطب شوية، كانت تطبطب شوية، ويسجل الاتفاق الهدف الأول. سجل الاتفاق الهدف الأول عن هداف، عن طريق هداف هزاع الهزاع، اعتقد هزاع هو اللي سجل الهدف الاول للاتفاق. كرة ملعوبة راحت تطبطب شوية، يعني توقعت انا انها اقرب للحارس، لكن راحت الى
هدف أول، هدف أول. وهذه الإعادة شوف شوف لعبها، لعبها جميلة، لا جميلة مباريات حتى الآن. إحنا يعني ما شفنا هنا في أي ضربة جزاء ولا حتى خطورة، كرة ملعوبة أمامية على 18، بيحاول يعدي، بيحاول يلعب 18 النقيل ويحاول يسدد كرة اللعب، جول جول، كرة ملعوبة جميلة، كرة ملعوبة جميلة جميلة جدا. اللعبة الكويكوي اللي ظهر فيها كما لم يظهر من قبل يسجل الهدف الثاني للاتفاق. كرة ملعوبة جميلة، كرة ملعوبة جميلة لعبت وسجل الاتفاق الهدف الثاني عن طريق محمد الكويكبي. الحالات التحكيمية في لقاء الاتفاق والرائد مع الخبير التحكيمي لبرنامج المنتصف فهد القحيز. الله يسعد صباحك وكل خير. هلا والله، مساء الخير أخ مسفر، مساء الخير الأخ حسن والأخ سعد، مساء الخير أيضا للسادة المشاهدين. إيش عندنا من أخطاء اليوم؟ والله حالات، ونتمنى إحنا نتكلم عنها بالشكل القانوني الصحيح والنقد اللي يفيد المشاهد. طبعا اليوم إحنا عندنا مباراتين، المباراة الأولى كانت بين الاتفاق والرائد، أدارها طاقم تحكيم محلي بقيادة الحكم سلطان البلوي. نأخذ الحالة الأولى، نشوف هنا المساعد الأول رفع بالنسبة للراية، وكان الحكم الحالة ما هي واضحة، هل هي تسلل أم ماذا حدث؟ من خلال المشاهدة نشاهد كان هي المدافع الاتفاقي سقط وفي لعب الكرة باليد، وكان الحكم يعتقد أنها تسلل وفي تأخر في القرار، لكن الحالة هي طبعا لمس الكرة باليد، والمساعد أدى دور مساعدة في احتساب المخالفة اللي على فريق الاتفاق، وأعلن عنها الحكم، ولكن يؤخذ على الحكم أن كان إعلان القرار متأخر. هذه بالنسبة للحالة الأولى. لا، هي الحالة في واقع اللعبة يعني في مدافع على وضع اللاعبين، على وضع اللاعبين ما كان فيه أنها هجمها، بس ما في تعمد لمس الكرة يعني. حتى التعمد ما هو كل كرة فيها تعمد أنه يواكبها إنذار، فيها معايير لإبراز الإنذار اللي في الهجمة الواعدة أو أنها هجمة محقة لتسجيل هدف. قاطعت أنا ما أدري لا لا تموني أبو عبد الرحمن إذا ودك تكمل. لا، سؤال أبو عبد الرحمن طبعا منطقي، ولكن زي ما ذكرت في معايير لإبراز الإنذار على لعب الكرة باليد، لكن في الحالة هذه يكتفى باللي هو يشبه حساب الخطأ. الحالة الثانية، الحالة الثانية راح نشاهد في الدقيقة طبعا اللي هو 50، كان هناك على المساعد الحكم الثاني أعلى عن تسلل، ونشوف لعيبة الرائد انهم كان فيه زي الامتعاض وانهم متعظين من القرار. من خلال المشاهدة نشاهد نشوف الصورة، بانجورا واضح انه في موقف تسلل صحيح، وكان قرار المساعد الثاني باحتساب التسلل هو قرار صحيح. ثالثة، الحالة الثالثة طبعا في الدقيقة 73، هناك من تنفيذ الركلة الركنية كان هناك سقوط لمهاجم الرائد، وهل هناك ركلة جزاء ام لا؟ نشاهد طبعا هناك كان فيه احتكاك طبيعي، المهاجم سقط وفي احتكاك ما بين المدافع مع المهاجم، ولا فيها ولا وجود المخالفة، وكان قرار الحكم باستمرار اللعب هو قرار صحيح. الرابع، الحالة الأخيرة طبعا هناك فيه لمس يد، حالة لمسة يد وقريب من منطقة 18، لكن من موقف الحكم ما ساعده أنه يتخذ القرار ويقدر الحالة التقدير الصحيح، هل هي مخالفة أم لا؟ من خلال المشاهدة احنا نشوف في حالات لمس اليد هل هناك تعمد ام لا. طبعا وضع اليد او انه مكان اليد لا يعني ان هناك تعمد، من خلال المسافة ما بين لعب الكرة وملامسة المدافع الاتفاق الكرة يتضح ان ما كان هناك اي تعمد، وكان استمرار اللعب هو القرار الصحيح. ايضا استطاع الفيحة ان يوقف سلسلة انتصارات الاهلي عندما ظفر بنقطة تعادل ثمينة. الفيحة كسب النقطة السابعة وبقي في الترتيب الثاني عشر، بينما وصل الأهلي للنقطة العشرين في صدارة مؤقتة لدوري المحترفين. نشوف الحالات. شوف في الدائرة فقط، ما في غير روني، كله راجع داخل المنطقة، خطيرة 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 خطيرة، اتلعبت في المرمى، اتلعبت في المرمى، والهدف الأول من دي سوزا في 43 لتحرك هذا المدرج
يحرك هذا الأسمراني اللي قاعد بالشال الأهلاوي رايح جاي. أعتقد أنه فيها لمسة من سامي الخيبري. هنشوف بالإعادة، ولكن هل هي بيدي؟ لا بيدي عمرو، ولكن شوف اللعبة أمامك، اتلعبت على طول، كان في كش تسلل، ولكن سامي الخيبري يبدو بنيران صديقة ناحية الفريق الفيحاوي. إسبريا كل الفيحاء متقدم ما عدا لاعبين فقط لا غير. في خطورة التعادل. أنا قايل لك الضغط على طول، من يجيبه؟ جيجي يسجل التعادل. جيجي بالرأس، جيجي يأخذ كورة ويسجل 1-1. وهنا فرحة الفيحاوية بكل تأكيد بالتعادل 1-1. تفضل فهد، تفضل. كم عندنا حالة في المباراة؟ الأهلي والفيحة طبعا 6 حالات. طبعا الأولى هذه أدارها طاقم تحكيم السويسري بقيادة الحكم هايني نيكولاي. ونشاهد الحالة الأولى. الحالة الأولى في الدقيقة 44 هدف الأهلي. نشاهد هل هناك تسلل أم لا. من خلال المشاهدة في اللقطة الجانبية راح تتطلع بعد قليل. لما تجي اللقطة من الجانب راح توضح أنه وقوف المدافعين والمهاجمين وهل هناك تسلل أم لا. الثانية نشاهد الحالة بس إذا كانت تطلع. شوف من هنا كان فيه سوزا اللاعب الأقرب وفي لاعب آخر اللاعب الأهلي، هو كان يظهر أنه هنا من على الخط. إن كان اللاعب الأقرب اللاعب الثاني يعتقد أنه كان تسلل، لكن هي اللعبة متوقفة على سوزا الأقرب. المهاجم الأهلي سوزا كان مغطى لحظة لعب الكرة، وكان استلامه للكرة بطريقة صحيحة، وكان تسجيل الهدف بطريقة الشرعية ولا وجود للتسلل، والهدف يعتبر هدف صحيح. هذا في الدقيقة 44. في الدقيقة 54 الحالة الثانية برضو هنا فيه إلغاء هدف الأهلي. شوف كان اللعبة فيه من الأساس لعبة عمر السومة. شوف هنا واضح، وكان عمر السومة لحظة قيام الكرة مغطى. اللاعب الآخر هذا كان في موقف تسلل، بس بعد ما استلم المهاجم الأهلاوي عمر السوب الكرة أصبح مشاركة اللاعب تعتبر في لعبة جديدة، وبالتالي كان الطريقة اللي تمت بها اللعبة طريقة صحيحة، لكن المساعد الأول كان له رأي آخر والغى هدف صحيح على الأهلي، وهذا يعتبر قرار خاطئ. الحالة الثالثة في دقيقة 65 شوف هنا سقوط اللاعب سعيد المولد داخل منطقة الجزاء. هل هناك ركلة جزاء أم لا؟ نشاهد، احنا نبغى نشاهد في الحاله هذه. شوف مدافع الفيحة هل هو لا نجح في لعب الكره ام كان الدخول على اللاعب. من خلال اللقطه يتضح ان القدم، شوف القدم المدافع الفيحة اتجهت لقدم المدافع سعيد المولد، وحدثت اللي هي الركل او العرقله، وكان هنا يتوجب احتساب ركله جزاء، ولكن الحكم لم يوفق في اتخاذ هذا القرار. الحالة الرابعة طبعا نشوف هنا سقوط برضو المهند عسيري. هنا فيه مخالفة. شوف هنا فيه دخول اللاعب بتهور على 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 مدافع الفيحة على قدم اللي هو مهند عسيري، لكن الحكم لم يوفق في هذه الحالة ويتخذ القرار الصحيح، كان يتوجب أن يحتسب ركلة حرة مباشرة ومنح البطاقة الصفراء. الحالة الخامسة نشوف سقوط اللاعب المهاجم الأهلي عبد الفتاح عسيري، وهل هناك ركلة جزاء أم لا. من خلال مشاهدة عن قرب نشوف هنا تختلف عن اللعبة اللي كانت لعبة سعيد المولد. اللاعب هنا نجح في لعب الكرة، طالما أن اللاعب نجح في لعب الكرة وحدث التلامس بالتالي لا وجود لركلة جزاء واستمرار اللعب. حتى لو كانت داخل منطقة الجزاء؟ هي نعم كانت داخل منطقة الجزاء. طيب فطبعا هو اللاعب نجح في لعب الكرة، هنا لا يوجد مخالفة، وبالتالي كان قرار الحكم باستمرار اللعب هو قرار صحيح. الحالة الأخيرة هي اللي حدثت تقريبا في آخر دقيقة من زمن المباراة، وكان هناك اللي هو مخالفة من مهاجم الفيحة على الحارس الأهلي محمد العويس. الحكم احتسب المخالفة، وكانت هناك ردة فعل من احتسب المخالفة على
مهاجم الفيحة، وكانت هناك ردة مثل ما هو ظاهر قدامنا الآن، ردة فعل من الحارس محمد العويس. كان يتوجه بالحكم في هذه الحالة إبراز البطاقة الصفراء للاعب الفيحة، ومن ثم معاقبة الحارس محمد العويس أيضا ببطاقة صفراء. وهذه الحالة قد يذهب البعض لأنها بطاقة حمراء، ولكن هنا نطرح التساؤل، هل فيها ترتقي للسلوك المشين أو ترتقي للعب وحشية؟ من خلال ما ظهر الحارس الأهلاوي قام بعملية الدفع، والدفع يعتبر من الأخطاء التي تستوجب السلوك، يعني يستاهل كرت حالات السلوك الغير رياضي تستوجب البطاقة الصفراء، مش الحمراء. المحلل التحكيمي لبرنامج المنتصف فهد القحيز، كل الشكر، يعطيك العافية. الله يعطيك العافية، ونتمنى أن نوفقنا في الحديث عن الحالات التحكيمية. رأيتك بيضة، الله يعطيك العافية. أبو عبد الرحمن، الأهلي فرط في المباراة اليوم. شوف للأمانة الأهلي لم يكن، ليس من المباراة اليوم ترى، حتى المباراة الماضية الجولة الماضية كانت أمام الفيصل، الفريق لم يقدم المستوى الفني. وش السبب وجهة نظرك؟ أنا أعتقد أن المشكلة عند اللاعبين بالدرجة الأولى، لاعبين الأهلي. خلني بسألك سؤال معلش، أنا ما أدري يا أخي، ما أدري وش فيني اليوم عليك، تصدق والله مو من عادتي قاطع الضيوف. خذ راحتك بس، ما أدري هل عشان يمون عليك عبد الرحمن. خذ راحتك، الله يسعدك. خروج الرمز خالد بن عبد الله بصراحة، يعني تقول الجولتين الأخيرة، هل أثر على الأهلي بصراحة؟ شوف الرمز بدون شك الأمير خالد بن عبد الله اسم مهم وحيوي عند اللاعبين، ويعرفون قيمته جيدا يعني، لكن أنا أتصور حتى اللي موجودين اليوم في النادي الأهلي ناس يعني تعرف أيضا المطلوب منها وتقوم بدورها بشكل جيد. لكن يعني بعيدا عن الأثر المعنوي اللي بيحدثه مثلا خروج الأمير خالد، هؤلاء اللاعبين في النهاية هم يسعون إلى سعادة هذا الرجل، كما قدم لهم المال وقدم لهم الوقت والجهد، بالتأكيد أنه الأولى حقيقة بهؤلاء اللاعبين أنه يعني يكونوا حاضرين بشكل جيد. من باب رد الجميل، نعم، نعم، باب الوفاء، نعم. لكن اللي حصل اليوم أنا أعتقد أنه يعني مسألة يسأل عنها اللاعبين، طبعا بعيد عن الأخطاء اللي ذكرها المحلل الأستاذ فهد. أنا أتصور أنه أيضا بعيد عن الأخطاء التحكيمية، لكن الفريق حقيقة من الجولة الماضية والجولة الحالية بعيد جدا عن المستوى الفني. المباراة الماضية فاز يعني في الدقائق الأخيرة، اليوم كان ممكن ترى الفريق يعني يحقق الفوز، لكن كمستوى فني أنا أعتقد أن الفريق يخسر بشكل غريب يعني ويتراجع فنيا، لكن هذا لا يلغي أنه هو الآن في الترتيب الأول يعني ما قبل مباراة الهلال غدا، ولا يلغي أيضا بأن الوقت ما زال موجود، الدوري طويل، إحنا في الجولة التاسعة، المسافات يعني ما زالت متاحة، السباق ما زال موجود، المنافس الأول ما زال أمامك، لكن هذا لا يلغي حقيقة أنه بهالمستويات الفنية يعني المركز الثاني أنا أعتقد أنه خيار مناسب للأهلاوي. سعد، كيف شفت مباريات اليوم؟ وجهة نظرك الفنية؟ بالنسبة لمباراة الاتفاق والرائد، أعتقد أنه أجمل ما فيها الهدفين صراحة، كانت مباراة ما ارتقت للمستوى الفني، ربما لحساسية موقف الفريقين، حساسية المباراة، النقاط المتقاربة أثرت بشكل كبير على الأداء الفني، لكن للأمانة وتحديدا الشوط الثاني خلى من كرة القدم الحقيقية والممتعة، خرج الاتفاق بالمهم المباراة على أرضه، كسب 3 نقاط، كسب منافس قريب جدا ابتعد عنه ب3 نقاط، لذلك المباراة مجملا لم ترتقي لمستوى المتابعة أو المستوى التشويقي حتى على مستوى النتيجة. مباراة الأهلي والفيحة، الفيحة كالعادة المباريات أمام الفرق الكبيرة يستطيع أن يقدم مستوى أو يستطيع أن يخطف شيء من المباراة، خطأ فعل ذلك أمام النصر، الآن أمام الأهلي كاد أن يفعل ذلك أيضا أمام الهلال في افتتاحية الدوري، لكنه يخسر المباريات اللي المفروض أنه ينافس أكثر ويقاتل أكثر على نقاطها. بالنسبة للأهلاويين موقعهم في سلم الترتيب مرضي نوعا ما، كونهم يتصدرون المسابقة بالتأكيد هو مرضي للعشاق، لكن الأداء للأمانة لم يرتقي لما قدموا الأهلي في السنوات الثلاث الماضية. ربما تغيير الجهاز الفني ألقى بظلاله على اللاعبين، التكتيك، الطريقة، أسلوب التعامل، كل هذه عوامل مؤثرة، لكن الأهم من الأهلي لا زال منافس قوي على بطولة الدوري، ولو خسر نقطتين مهمة على ملعبه. أنا أعتذر منك يا سعد، بس عشان الوقت عندي تقرير قبل ما أختم، تستكمل يوم الأربعاء مباراة الجولة التاسعة، وتشهد مواجهات الغد إقامة قمة، أو نقول اليوم القمة بين
الهلال والشباب. نشوف التقرير ونرجع لكم. تستكمل غدا لقاءات الجولة التاسعة ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي، حيث تشهد الجولة لقاءات صعبة ومنتظرة من الجماهير. أولى اللقاءات يحل فيها التعاون ضيفاً على القادسية على استاد الأمير محمد بن فهد، صاحب الأرض يبحث عن انتصاره الثالث بعد سلسلة تعثرات في الجولات الخمس الماضية، فيما يسعى الضيف إلى تحقيق النقاط الثلاث والاستمرار في النتائج الإيجابية. الفتح يستقبل الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ويبحث الضيف عن الانتصار ومرادات جماهيره بعد ثلاث جولات لم يذق فيها طعم الفوز، كما يسعى صاحب الأرض عن خطف النقاط الثلاث والدخول في المنافسة على المراكز الأربع الأولى. قمة الجولة التاسعة تجمع الجارين الهلال والشباب في مباراة صعبة على الفريقين، حيث يدخل صاحب الأرض اللقاء وتفكيره منصب على لقاء نهائي الآسيوية، فيما يدخل الضيف اللقاء وعينه على النقاط الثلاث وتحقيق انتصاره الثاني هذا الموسم بعد سلسلة من النتائج السلبية في الست جولات الماضية. ختام الجولة يجمع متذيل الترتيب بصاحب المستويات المبهرة هذا الموسم، أحد يسعى لتحقيق الانتصار والخروج من قاع الترتيب وتأمين مركزه في مناطق الدفء، كما يبحث الفيصلي عن استعادة نغمة الانتصارات بعد تكبده ثلاث خسائر متتالية في الجولات الماضية. المنافسات المحلية ستتوقف بعد الجولة التاسعة لعقد المنتخب معسكراً إعدادياً يخوض فيه لقاءين وديين، وتعود بعدها المنافسات دون توقف حتى نهاية الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين. للأسف انتهى الوقت، ما عاد معي وقت. أشكر الكاتب والناقد الرياضي حسن القرني على حضورك، كل الشكر، أسعدتني وأعتذر منك اليوم. شكرا لك وشكرا للزميل سعد وكل من تابع البرنامج. الكابتن والمحلل الحصري لبرنامج المنتصف سعد الزهراني، كل الشكر لك وأعتذر عن أي تقصير مني يا سعد. لا ولا يهمك حبيبي، شكرا لك وللسادة المشاهدين، ونشكر حضور ضيفنا اليوم الأستاذ حسن القرني. كل الشكر لكم أنتم اللي أسعدتوني. في النهاية تقبلوا تحياتي وتحيات جميع الزملاء العاملين في تنفيذ هذه الحلقة، زميلي عبد الله المنيع. التقيكم بإذن الله في يوم السبت في حلقة جديدة من برنامج المنتصف، دمتم في حفظه ورعايته، في أمان الله.